السلام عليكم. اليوم في هذا الابيزود غادي نجاوبوا على السؤال ديال نجلاء السماحي اللي سولتنا علاش العروقه ديالنا كيبانوا خضرين غاديين الزرق تحت الجلد ديالنا وهما في الحقيقه الداخل ديالهم احمر. بقاو معنا باش نجاوبوا على هذا السؤال. اول حاجه اللي كنا عارفين هي انه الداخل ديال العروقه ديالنا ماشي خضر وماشي زرق، الداخل ديالهم احمر. نشوفوا بعدا شنو هو السبب اللي كيخليه يكون احمر. اولا الدم ديالنا هو اللي كيصيفط اكسجين للاعضاء الاخرين وكيصيفط ثاني اكسيد الكربون للريه باش يتخلص منه. هذا النقل كيكون بسبب واحد البروتين اللي كاينه في الكريات الحمراء واللي سميتها الهيموغلوبين واللي فيها واحد الذره ديال الحديد. هاد الذره ديال الحديد هي المسؤوله على اللون الاحمر اللي كاين في الدم. دونك ملي كتلاقى هاد الذره مع الاكسجين في الريه كيولي اللون ديال الدم احمر باهت، ومنين كينقص الاكسجين وكيعمر الدم ثاني اكسيد الكربون في الاعضاء الاخرين ديال الجسم كيولي اللون ديالو احمر مغمق. دونك دابا ندوزو للسؤال ديالنا، علاش كيبانو لنا العروقه في يدينا مثلا خضرين ولا زرقين وماشي حمرين؟ دونك هادشي ناتج على الاشعه ديال الضوء وعلى الجلد ديالنا. كيف ما كنا دوينا عليها سابقا في لي زيبيزود اللي فاتوا ان الاشعه ديال الضوء هي اشعه بيضاء اللي مجموعين فيهم الالوان كاملين اللي كاينين في الطبيعه من البنفسجي للاحمر. وبما ان الجلد ديالنا ماشي شفاف دونك ما غاديش نقدروا نشوفوا اللون الحقيقي ديال الدم اللي كاين داخل، دونك غادي نقدروا نشوفوا غير في المناطق اللي غيكون فيهم الجلد ديالنا خفيف، ومنين هذه يكونوا العروقه صغار وقراب للجلد، يعني ما كاينش بزاف ديال الطبقات اللي يحبسونا باش ما نشوفوش داك اللون الاحمر ديال الدم. في الحالات الاخرين من غادي يكون الجلد ديالنا سميك والعروقه كبار مثلا غادي نبداو نشوفوهم خضرين ولا زرقين، حيت كيف ما قلنا في ليبيزود ديال علاش السما زرقاء، اللون الازرق والالوان اللي قريبه عليه بحال البنفسجي والخضر الطول ديال الموجه ديالهم قصير وهما اللي كيقدروا يتنتشروا بزاف مقارنه مع اللون الاحمر مثلا اللي الطول ديال الموجه ديالو كبير. وداكشي علاش كنشوفوا العروقه ديالنا خضرين ولا زرقين، حيت هاد الالوان هما اللي كيقدروا يعبروا الجلد ديالنا بسهوله. ونفس الحاجه اللي كطرى لينا مثلا ملي كنتضربوا في الجسم ديالنا كتولي ديك البلاصه زرقاء ولا فيها شويه ديال البنفسجي، حيت هادوك هما الالوان اللي كيقدروا يعبروا الجلد بسهوله. مي الا جينا نشوفوا تحت هاد الضربه الزرقاء مثلا غادي نلقاوها عامره بالدم الاحمر ماشي بيان سور زرق ولا اخضر. دونك كنتمنى الجواب يكون في محله. شكرا مره اخرى لنجلاء السماحي على هذا السؤال. الا انتم عندكم اسئله بغيتوا نجاوبوا عليهم خليهم ليا في لي كومونتير، واللي غيكون فيهم بزاف ديال لي جيم هما اللي غنختار باش نقدر ندير عليهم دي زيبيزود جايين. وما تنساوش كيف العاده ديروا جيم لا فيديو الا عجبتكم باش تشجعونا اكثر، واللي مازال ابوني تابونا في لاشين يوتيوب في هذا البوطون اللي كاين هنا. السلام عليكم ونهاركم بخير.